طيب عايز أسأل حضرتك في نقطة حضرتك أبرزتها وهي في الحقيقة عنصر من العناصر المهمة وهي الاعتماد على المصانع أو الأولوية بتكون للأيادي المصرية المصانع المصرية أو غيره. هل دي قراءة ربما لاستراتيجية دولة بنياها لتنمية بشكل معين الدولة عايزة؟ في الذي يراقب تصريحات الرئيس السيسي في اجتماعاته شبه اليومية سواء مع شركات كبرى تأتي الاستثمارات في مصر أو وهو يباشرها بنفسه لأنه الرئيس السيسي في طريقة عمله اهتم بتفاصيل التفاصيل. الفكرة الأخرى أو في اجتماعاته بالمسؤولين يلحظ ترداد كلمات بعينها هي الأكثر تكرارا اللي هي فكرة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. هذا عنصر جوهري جدا يعني، وعشان كده قلت أن أي نهوض ليس في قلبه عملية التصنيع الشامل هيبقى احنا مصر مرت بفترات نهوض، محاولات نهوض على خريطة القرن الآخرين. مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها كانت متقطعة لسنوات ثم تنقطع ثم ننتهي الى، فبالتالي التراكم لم يتحقق، وبالتالي نفضل نقول اصل احنا بادئين مع اليابان وبادئين مع كوريا. ما انت كنت بادئ بس انت في النهاية خرجت من الصف. يعني هي دي الانقطاع ده من أسوأ مشكلات التاريخ المصري. محاولة إيجاد تطور متصل خطي مسألة تتعلق عندي وأعتقد لدى القيادة السياسية الآن بفكرة التصنيع البلد. لأن التصنيع البلد مش قضية بس اقتصادية، مش بس إحلال واردات، إحلال محل الواردات وزيادة الصادرات. الرئيس السيسي بيتكلم عن طموح أن يزيد الصادرات خلال سنوات إلى 100 مليار دولار وهي الآن نحو 30 مليار دولار، يعني لاحظي المضاعفة ثلاث مرات. اثنين، الرئيس السيسي بيتكلم عن فكرة التصنيع، لكن كمان التصنيع له أثر اجتماعي. يعني له أثر اجتماعي يعني إيه؟ التصنيع من شأنه أن يخلق طبقة وسطى جديدة. وأي طبقة وسطى هي ميزان القيم في المجتمع ورافعته إلى الأمام. طبقة وسطى حديثة، هنا مش المعيار هو مستوى الدخل الاقتصادي أو مش المعيار الوضع اللي قال إليه المجتمع بعد فترة انهيار طويلة من بعد حرب أكتوبر، وبحيث أنه حصل هجرتين، هجرة في التاريخ بظاهرة العودة الدينية وهجرة بالجغرافيا بحث عن الرزق. فبقينا إزاء أشباح بشرية مش إزاء مجتمع. فكرة استرداد معنى المجتمع للمجتمع مرتبط بتصنيعه على نحو شامل، وبالتالي إعادة بناء نظام التعليم بما يخدم هذا التطور وإعادة بناء نظام القيم، وبالتالي تنظيم سوق العمل أو تنظيم سوق التجارة.